كلام يكتب والله بماء الذهب تتفجر الحكمة من أطرافه. قال رحمه الله: إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به. ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. انتهى كلامه. إذن كيف تنظر إلى صاحب المعصية؟ تنظر إليه بعين الشر فتحمله على أحكام الله عز وجل وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتنظر إليه بعين القدر فترحمه بها. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: واجعل لقلبك مقلتين كليهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الشرع واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران.